وهلا والله بالشباب، كيف حالكم؟ شلونكم؟ بألف خير. رجعت لكم انشيشكم مقطع جديد. قبل مقطع الشباب لازم اقول لكم صلوا على النبي، بعدين لازمونا من خلطات على زر الاشتراك لايك المقطع وفعل الجرس كمان. لا تنسوا تستخدموا كود اتم شوف شيش الظاهر امامكم. هنبلش على طول. موضوعنا التحدي يا شباب، احكي لك اشعل لاعبي العدو او هياكل اللاعب العدو. مش عارف ليش هيك التحدي هيك مترجمينه، بس هيك الترجمه راح تكون 100%. المهم يكون عليك تروح تاخذ اجمع وعاء اليراع، او اذا بتاخذ تعات البنزين كمان، يعني اي شيء ممكن تقدر تولع فيه. واحنا عندنا هذول الشغلتين بس، وعاء اليراع، وفي عندنا هي الثانيه اللي هي قطع تعات البنزين، هي علب البنزين. تمام، يكون عليك انك تروح تولع فيها العدو. عليك تولع 15 عدو، او بدك تولع هياكل البناء العدو اللي هي البناء تاعه. يعني لو ترمي على البناء تاعه بنحسب لك، يعني اذا ولعت يعني عليك ترمي 15 مثلا، بنحسب لك. تمام، يعني التحدي يصير مباشر وما بده شيء، انك عليك تولع بناء العدو بس. شباب هذا كان التحدي لليوم، لازم عمنا خبطها. زد اشتراك لك المقطع وفعل الجرس. اشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامه بيس، ومش راح اموت هيك مره ثانيه، بس يلا راحت في ارضها. سلام.